انهزمت الروم وغلب جيش المسلمين على معسكرهم. ليت ما تقولينه صحيح. أعني ما أقول، لقد أسروا 20,000 رجل، بينهم أعداد من أمراء الروم والصقالبة، وأخذوا عشرات الآلاف من رؤوس الأغنام والماشية. كيف جاءتك هذه الأخبار؟ أرأيت أن الخيزران لا تأتيك إلا بما هو خير؟ أواثقة أنت بما تقولين؟ لو لم تصلك الأخبار بعد ساعات لا تصدقني في شيء بعد ذلك. كيف عرفتها قبل أن تصلني؟ لقد سألت يعقوب هذا الصباح. يعقوب هذا لا يعنيه غير الاستعلاء والأبهة، أما أمور الحكم فلا يعلم عنها شيئا. دعينا من يعقوب الآن وقولي لي، كيف تصلك الأخبار في حجرتك قبل أن تصل قاعة الحكم؟ من فرط اهتمامي بما يشغلك أبحث عما يهمك. كيف تنضبط الأمور إذا كان الخليفة لا يعلم وزوجته تعلم؟ أريد أن أعرف ما يغيب عنك حتى لا ينفرد يعقوب بالأمر. صحيح إذن ما يتردد بين الناس، معهم الحق. وماذا يتردد بين الناس؟ يقولون إن زوجة الخليفة هي الخليفة، وإنها تتحكم فيه وفي ولديه الهادي والرشيد. ألا يسرك هذا؟ ألا يسعدك أن أكون أنا وأنت شيئا واحدا؟ لا، لا يسعدني هذا أبدا. كم أوصاني أبي أبو جعفر المنصور، نصحني أن لا أدخل النساء في الحكم. أمور الحكم لا هي في يدي ولا في يدك، إنما هي في يدي يعقوب بن داود. أنت ناقمة علي لأنه باعك عندما كنت جاريتي وعارض زواجي بك. فليكن هذا، أنا ناقمة عليه، فهل ينقم عليه الشاعر الذي يقول: بني أمية هبوا طال نومكم، إن الخليفة يعقوب بن داود؟ والله لئن عرفت هذا الشاعر لأقطعن لسانه. ولو قطعت لسانه هل تقطع ألسنة الناس جميعا؟ يا مهدي، أثق لنفسك ولا تضع ثقتك في غير موضعها. أثق لنفسك قبل أن تضيع ملك آبائك. قال لي سليمان بن مقاتل إن دساها من لغة السودان والمعنى أغواها. الحمد لله، لم يبتعد المعنى عن ذلك الذي استخرجته من مفهوم الآية. الاستخراج يا إمام يحتمل الصواب والخطأ بخلاف المعنى المحدد. الحق معك. أمضيت مع سليمان بن مقاتل بعض الوقت أسمع منه عن الإمام جعفر الصادق، قد كان من أقرب تلاميذه إليه. جعفر الصادق من عترة رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. جده لأمه أبو بكر الصديق، وجده لأبيه علي بن أبي طالب. أي نسب هذا يا إمام؟ فلم يجتمع لأحد غيره نسب كهذا. ولم يجتمع لأحد مثل علمه، فلم تكن معارفه قاصرة على علوم الدين، ولكنه أحاط بعلوم الطبيعة والكيمياء والفلك والطب والنبات وغيرها. هذا ما شدني إلى الإمام جعفر الصادق، فقد أثبت لي أن العلم ليس مجرد حفظ القرآن والأحاديث، ولكنه الاطلاع على مختلف المعارف التي تفسر ظواهر الكون وتثبت قدرة الخالق. ذلك صحيح يا شافعي، ولكن جهد الإنسان لا يتسع لذلك كله. بوسعي أن أعطي بعض الوقت والجهد لدراسة العلوم الأخرى كالطب والفلك والفراسة وغيرها من العلوم النافعة. كل العلوم نافعة ما عدا علم النظر في النجوم. ما لي وهذا العلم الذي يتطاول ليعرف الغيب، بينما يقول تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. كل ما أخشاه أن يأخذك ذلك كله عن التعمق في الكتاب والسنة. لا تخف يا إمام،
الكتاب والسنة هما الفرض الذي لا أفرط فيه أبدا، أما بقية العلوم فهي النوافل التي آخذ منها بقدر ما أستطيع. تنام بعض الوقت يا ولدي قبل أن تصحو لصلاة الفجر؟ أود مواصلة القراءة يا أمي. يا شافعي، إن لبدنك عليك حق. أريد أن أنتهي من قراءة هذه الكتب، لأنني وعدت أصحابها أن أردها إليهم خلال أيام. كل هذه الكتب في التفسير والحديث؟ هي ليست من علوم الدين، إنها من علوم الدنيا. إنها كتب عن الفراسة. الفراسة؟ الفراسة يا أمي علم يستطيع أن يكشف ما بداخل الفرد من خلال ظاهره، عن طريق حركات وعلامات تظهر على الفرد فتقودنا إلى معرفة ما لا نعرفه عنه. وما شأنك بها يا شافعي؟ هي العلوم التي تنفع في التعامل مع الآخرين يا أمي. أليس الأولى بوقتك وجهدك التفسير والفقه والحديث وقد بلغت فيها شأنا؟ كل العلوم يا أمه توسع المدارك وتكشف لنا قدرة الخالق. ولكني أخاف أن يصرفك ذلك عن علوم الشريعة. كل العلوم تتكامل ولا تتصادم. أتعرفين يا أمي المثال الذي أريد أن أقتدي به؟ لابد أنه الإمام جعفر الصادق، فمنذ قابلت تلميذه ابن مقاتل وأنت شديد الإعجاب به. جعفر الصادق يا أماه برغم علو مكانته في الفقه والتفسير كان عالما في الكيمياء والطبيعة، تتلمذ على يديه من تقولين؟ جابر بن حيان نفسه. لا ألومك يا ولدي على علم تطلبه، افعل ما تشاء. أود يا أمي أن أدرس الطب والأدوية، فالعلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان، فعلم الأديان هو الفقه، وعلم الأبدان هو الطب. وما يمنعك؟ الطبيب موسى في المدينة، وقد زرته منذ أيام، ووصف لي دواء لضيق الصدر، كما تعرف. موسى هذا يا أماه على دراية يسيرة بالطب، وإنما يؤخذ العلم من الأكابر. لو كان الأمر بيدي لأخذت الطب عن بيدبة. ومن يكون بيدبة هذا؟ هو طبيب هندي يقيم على ساحل عمان، يقولون إنه أعلم أهل هذا الزمان بالأمراض والأدوية. وما يمنعك من الذهاب إليه؟ الرحلة تستغرق أسابيع، ولا أستطيع أن أتركك وحدك يا أمي. أسافر معك لو شئت. مشقة السفر هائلة، أشفق عليك منها يا أمي. دعينا من هذا الطبيب الهندي، فربما أجد بعض الكتب تغني عن السفر إليه. لا أحب أن أكون عائقا لك في طلب العلم. ما هكذا عاهدت أباك رحمه الله، ولا عهدت نفسي عليه. الزكاة واجبة في المال متى توافر النصاب، ولا عبرة بحال صاحب المال، فالزكاة تستحق عليه مكلفا أو غير مكلف، فهي واجبة في أموال الصبيان والمجانين لأنها حق الفقراء. وقد ورد لنا عن صاحب هذا المقام عليه أفضل الصلاة والسلام قوله: اضربوا لليتامى في أموالهم ولا تضعوها حتى لا تذهب بها الزكاة.
انتهى الدرس، ومن أراد السؤال فليسأل. لي مسألة يا إمام. مات أبي وترك ما لم يؤدي زكاته، وعليه دين لبعض الناس يستنفد ما ترك من مال، فأيهما أولى بالأداء؟ حق الله في الزكاة أم حقوق العباد وفاء لدينهم؟ حقوق العباد أولى بالأداء، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن مال أبيك، لكن الناس بحاجة إلى مالهم. كذلك لأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، أما العباد فلا يغفرون ولا يرحمون. عفوا يا إمام، هل تأذن لي في قول مخالف؟ قل ما عندك يا شافعي. الزكاة أولى بالأداء قبل الدين، لأن الزكاة حق لله ولمصلحة العباد أيضا، وهي تعود على الناس جميعا، ومصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد وهو الدائن. لا أوافقك ولا أخالفك، فالمسألة تدخل نطاق الرأي حتى نجد حديثا يؤكدها أو يخالفها. سمعت عن شيخ يحفظ أحاديث كثيرة، لو أذنت لي ذهبت إليه وجئتك بما عنده. لقد أدركت 70 ممن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أخذت عنهم شيئا. هذا العلم دين لا يؤخذ من غير الثقات الأتقياء البعيدين عن كل النقائص والشكوك. عفوا يا إمام، هناك أحاديث صحيحة كثيرة لا يساورنا الشك في رواتها، ولكنك لا تأخذ بها وتستبعدها من الموطأ، هل لي أن أعرف السبب؟ أستبعدها عندما أجد الحديث يتعارض مع نص صريح قاطع في كتاب الله. عندنا على سبيل المثال أحاديث تشير إلى أن نصاب التحريم في الرضاعة 5 مرات أو 10، بينما لدينا آية كريمة تقول وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، دون أن تضع الآية حدا أدنى لمرات الرضاعة، فقليلها وكثيرها في التحريم سواء. وكذلك لا تأخذ بحديث الصيام المتوفى الذي مات عليه الصيام، لأنه لا يتفق مع قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هل لي يا إمام أن أعرف بالتفصيل قواعد السنة؟ فهذا الدين أساسه الكتاب والسنة. حمداً لله على سلامتك يا بشير. حج مبرور وذنب مغفور. كتب الله لك أداء هذه الفريضة العام القادم يا ثعلبة. أنت لا تدرك يا صاحبي ثواب الحج إلى بيت الله الحرام، كم هو عظيم. تقبل الله حجك، لعلك دعوت لي هناك. بل دعوت عليك. ماذا فعلت؟ فرقت الأحاديث على 7 من أعواننا. وهل تعرفت عليهم في هذا الزحام؟ وجدتهم على مقربة من باب مسجد الرسول يوم 4 من ذي الحجة عليه الصلاة والسلام. دعك من هذا، وجدتهم يمرغون وجوههم في التراب تقربا إلى الله، كانت تلك علامتهم التي اتفقنا عليها. فأعطيتهم 30 حديثا. كانت 20 حديثا، فكيف زادت 10؟ كانت 20 حديثا موضوعا،
فأضفت إليها 10 أحاديث صحيحة، وهكذا يختلط الزائف بالصحيح فيصعب تبين الأمر. واحد من علمائهم يدعى مالك بن أنس، لديه سجل فيه الأحاديث الصحيحة، أخذت بعضها وأضفته إلى ما عندنا. صارت الأحاديث تسجل في كتب؟ هذا ما أسمعه لأول مرة. تلك هي المشكلة التي تواجهنا، كنا نعتمد على أن الأحاديث تروى بالسماع فأصبحت تسجل بالكتب. الذي أعرفه أنهم كانوا يرفضون كتابة الأحاديث حتى لا تختلط بقرآنهم المكتوب. صاروا يخافون عليها من الضياع والتحريف وفضلوا كتابتها. بدأ ذلك المدعو مالك بن أنس ووضعها في كتاب أسماه الموطأ. أخاف على جهدنا في تزييف الأحاديث. لن يمنعنا شيء، سوف ندخل إلى كتبهم ونضع فيها الأحاديث الزائفة. وهل جئت بكتاب الموطأ هذا الذي تتحدث عنه لكي نزيف فيه؟ لا، لا نستطيع أن نزيف شيئا في هذا الكتاب وصاحبه حي. نفعل ذلك عندما يموت إن شاء الله، حتى لا يقدر على تصويب ما نفعل. قرآنهم مكتوب وصارت الأحاديث مكتوبة، فكيف النفاذ إليهم؟ فلنصلي لماني، نصلي لماني، نسأله العون. بوركت يا ماني، بوركت يا ماني، بوركت. كفى، كفى، الإله ماني يعاوننا بدون صلاتك. لقد تسلل إلى صفوفهم وأوقع الاختلاف بينهم. لقد سمعت في موسم الحج من يدعو إلى نزع الخلافة عن الخليفة المهدي وإسنادها لآخرين، أليس ذلك عونا لنا؟ عونا. بوركت يا ماني. بك يا خيزران، لا أراك مبتهجة كعادتك كل صباح. لا شيء يا أمير المؤمنين، لا شيء. أخرج أنت إلى قاعة الحكم، أعانك الله وحفظك الله، حفظك الله. لا أخرج قبل أن أعرف ما الذي يضايقك. رأيت حلما أفزعني ليلة أمس، وعندما صحوت وعودت النوم جاءني الحلم مرة أخرى. ماذا رأيت في منامك؟ هل أجيئك بالعارفين بتفسير الأحلام؟ ما أحسبني أحتاجهم يا أمير المؤمنين. خذ هذا السيف، ضعه حول خصرك حتى يكون في متناول يدك حيث تكون. أحمل السيف عندما أخرج للحرب، ولكني لا أدخل قاعة الحكم ممسكا بالسيف. ماذا أفعل به بين حراسي ورجالي؟ سوء الظن من حسن الفطن. خذ السيف حتى لا تكون لقمة سائغة لمن يريد الغدر بك. ما هذا الذي تقولين؟ لابد أنه كابوس مزعج رأيته في منامك أمس. لا تريد أن تأخذ السيف، لك ما تريد، ولكن لا تسمح لأحد يحمل سيفا أو خنجرا بالدخول عليك أو الانفراد بك. لا ينفرد بي أحد غير وزيري يعقوب بن داود. يا أمير المؤمنين، ألا تعلم أن هواه مع أولاد علي بن أبي طالب؟ ألا تعلم أنه يتمنى زوال ملك العباسيين ليصير الأمر للعلويين؟ يا خيزران، قلت لا شأن لك برجالي، ولا أريد نصحك في مسائل الإدارة والحكم. أخاف أن تسمع لنصحي
وتعرف ما فيه من خير بعدما تكون الفرصة قد أفلتت منك. أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فلم يستبينوا النصحة إلا ضحى الغد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تأخرت يا شافعي حتى أصابني القلق. لا أعرف كيف يمر الوقت وأنا أجالس الإمام مالك. وأنت يا أمي ماذا فعلت طوال اليوم؟ ذهبت مع إحدى جاراتي لزيارة امرأة من المدينة ووجدت عندها ما أتمنى. الحمد لله، خشيت أن يصيبك الملل وأنت وحدك يا أمه. لم تسألني عما وجدت عند هذه المرأة. خيرا يا أمي، وجدت العروس المناسبة لك. لا أتزوج حتى تتزوجي، الكبير أولا ثم الصغير. لا تمزح يا شافعي، قل لي ما رأيك؟ أستطيع أن أدبر موعدا تراها فيه وتراك، هذا ما يسمح به الشرع. دعك من فكرة الزواج هذه يا أمي. كيف يا ولدي؟ لو رأيت العروس وعرفت من تكون لما ترددت في الزواج. هي حمدة بنت الإمام نافع، جدها عثمان بن عفان ذو النورين. ما أكرم هذا النسب، ولكني أرفض الزواج ذاته. كيف ذلك يا ولدي؟ أما بلغك قول ابن عباس رضي الله عنه لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج؟ الزواج يا ولدي في الإسلام واجب على من يقدر عليه. لمن يقدر عليه وأنا لا أقدر عليه؟ أين لي مهرها ونفقة معاشها؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم، ولكن يا أمي متى علم الرجل أنه يعجز عن نفقة أو صداق المرأة التي يريد أن يتزوجها فلا يحل له أن يتزوج بها حتى لا يضيع حقه؟ يا شافعي يا ولدي، أنت بحاجة إلى زوجة وأنا كذلك. أنا أحتاج إلى من يعاونني في الدار وليس عندنا جارية. اسألي الله يا أمي أن يجد لنا مخرجا. أخاف يا ولدي أن يسبقك أحد إلى خطبة هذه الفتاة ويكون من الصعب أن نعوضها. ليت الأمر بيدي يا أمه، الأمر بيد الله يفعل ما يشاء. ما بك يا مهدي؟ أراك على غير عادتك. لا شيء يا خيزران. المرأة المحبة لزوجها تعرف ما يدور بداخله من قسمات وجهه. صرحني بما تعاني. أبناء علي بن أبي طالب يتحركون للخروج على الحكم. وهل كنت تتوقع منهم غير هذا؟ لقد أخرجتهم من السجون وما بخلت عليهم بالعطايا، ولكن لا فائدة منهم، إنهم يرون أنفسهم أحق بالخلافة من العباسيين. العباسيون استندوا في خلافتهم إلى انتسابهم للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبناء علي يرون لأنفسهم نفس النسب من خلال أبي طالب، ويزيدون أنهم أولاد فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم. كأنك تبررين خيانتهم. أنا لا أبررها ولكني أفسرها، ولقد حذرتك وقلت لك
إن أبناء علي لو لم يطلبوا الخلافة لطلبهم الناس لها. ما عاد ينفع السكوت عليهم، كان الأمويون على حق عندما أخذوهم بالحزم الواجب. قبل أن تبدأ معهم بالحزم الواجب يجب عليك أن تطهر الملك من أعوانهم. أعرف من تقصدين يا خيزران، وزيري يعقوب بن داود. إنه لا ينكر تعاطفه معهم ولا ينقطع عن الاتصال بهم. أنا الذي طلبت منه ذلك، أردت أن أحتويهم وأعرف أخبارهم. وهل أبلغك وزيرك هذا بأنهم ينوون الخروج عليك؟ لا، فواز صاحب البريد هو الذي أبلغني. يعقوب إذن يتستر عليهم. يا مهدي، هو عينهم عليك وليس عينك عليهم. كف يا خيزران عن محاولة الإيقاع به، يعقوب صديقي قبل أن يكون وزيري. ألم يشارك أخوه في ثورة إبراهيم بن الحسن على أبيك المنصور؟ أنا لا أخذه بذنب أخيه ولا أجحد إخلاصه، ما رأيت منه ما يسوءني. لا يبين إخلاص الرجل حتى تختبره. ما يضرك لو فعلت؟ ضعه في الامتحان. أنا لا أختبر شيئاً أعرف نتيجته. أنت تكابر يا مهدي، وسوف يجيء يوم تندم فيه حين لما ينفع الندم. وماذا تريدينني أن أفعل؟ أقول ما ينبغي أن تفعل ولعلك لا تخالفني. ما رأيك يا يعقوب في هذه الثياب التي أرتديها؟ متعك الله بها يا مولاي. وما تقول في هذه الجارية؟ سبحان من أبدع وصور. هيا. وما رأيك في 10,000 درهم تنفقها كيف تشاء؟ 10,000؟ لما ذلك كله؟ الثياب لك مثلها، والجارية والمال أهبها لك، لو أنقذتني مما أكابده وأعاني. أنا عبدك الطائع يا مولاي لجميع ما تأمر به. صخر بن المثنى من أحفاد علي بن أبي طالب، أتعرفه؟ أعرفه يا مولاي، لقد أمرتني بالإفراج عنه أول ما توليت الخلافة. أتدري كيف قابل هذا الإحسان؟ إنه يتآمر لخلع من الخلافة وتولية واحد من أقاربه من أحفاد علي بن أبي طالب. لا يكون ذلك أبدا يا مولاي. لقد ثبت عندي أن صخرا هذا يحرك الناس للثورة ويدعوهم للخروج على الخلافة. ما تصورته يبلغ هذه الدرجة من الخيانة والغدر. هو مستحق للقتل. تقتله إذن؟ أفعل يا مولاي. وتضع يدك على رأسي وتقسم بالله العظيم ثلاثا إنك ستقتل صخرا؟ ألا تريد أن تقسم يا يعقوب؟ أقسم يا مولاي، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أن أقتل صخر بن المثنى متى وقع في يدي. هو في يدك، سآمر الحراس بتسليمه لك، لا تخرج قبل أن تتسلمه وتتسلم الثياب والجارية والمال الذي وعدتك به. هيا هيا يا يعقوب. ماذا أنت فاعل بي؟ أقتلك جزاء غدرك. ما غدرت ولا خنت منذ أطلقني المهدي من السجن. ولكن الناس يترددون على دارك. نعم، هم يتبركون بأبناء علي وفاطمة الزهراء،
ولكننا لا ندبر ولا نتآمر على الحكم. الخليفة المهدي جاءه ما يثبت التهمة عليك. يا يعقوب، أخوك وقف مع عم إبراهيم الحسن وقاتل معه العباسيين، وما أظنك تخرج عن منهجي. لا أعرف ولاء لغير المهدي. قل لي، ما حاجتك من الدنيا قبل أن تفارقها؟ سامحك الله وغفر لك، أتني بالماء أتوضأ وأصلي قبل أن ألقى الله. يا جارية، يا جارية. نعم يا سيدي. هات الماء ليتوضأ. أمرك يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. من تظنه يصلح وزيرك بعد يعقوب؟ يعقوب وزيري الذي أطمئن إليه. وإذا ذهب هذا الاطمئنان؟ لقد أقسم يعقوب وهو يضع يده على رأسي أن ينفذ ما آمره به. أتحسبه يقتل صخراً هذا؟ لا أشك في ذلك. يعقوب هواه مع أبناء علي بن أبي طالب، ولا أظنه يقتل أحداً منهم. سوف ترين يا خيزران أنك أخطأت التقدير هذه المرة. الخيزران لا تخطئ التقدير يا أمير المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا أنت سبحانك رب العرش العظيم. صليت صلاة مودع، فافعل بما تشاء. ألا تحب أن تزيد من صلاتك؟ بوسعك أن تطيلها كما تشاء. موت شهيدا يكفيني. ما كنت أحب أن أقتلك، ولكنها إرادة الله، وما الله يريد ظلما للعالمين. ما لك لا تخاف الموت؟ أخاف عليك أكثر مما أخاف على نفسي. سوف أموت شهيدا، أما أنت فتلقى الله بدمي، وأنا رجل من ولد فاطمة الزهراء وليس لي ذنب. إنما أفعل ما أمر به الخليفة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما هي إلا أيام قلت أو كثرت وتنتقل إلى رحاب الله، وهناك تلقى محمداً عليه الصلاة والسلام ليسألك لما قتلت واحداً من أحفادي صواماً قواماً لا غدر ولا خان. بما تجيب يا يعقوب؟ كفاك، لا أقتلك. نعم لا أقتلك. خذ هذا المال وانجو بنفسك. أهذا ما انتهى إليه رأيك؟ ألا تخشى أن تندم على فعلك؟ بل أندم لو قتلتك. صخر، سوف أترك لك باب الدار مفتوحا لتهرب منه وتذهب إلى حيث تشاء. هيا. يا عنتر، يا عنتر. نعم. أين أنت يا عنتر؟ أنا هنا. الإمام مالك ومعه الضيف ينتظر الطعام. سأخذه إليه. انتظر، ألا تأخذ الإبريق أولا
ليغسل أيديهما؟ سأفعل. هلو. أعظم الله أجرك يا إمام، ما كل هذا العلم؟ دعك الآن مما تقرأ حتى نستعد للطعام. يا غلام، أما علمتك أكثر من مرة أن الغسل في أول الطعام لرب البيت وفي آخره للضيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كفى كفى. آتينا بالطعام. عفوا يا إمام، لا أفهم الحكمة من وراء هذا الترتيب الذي أمرت به الغلام. صاحب البيت يغسل يديه أولا ليسبق إلى الطعام، فيكون ذلك تشجيعا للضيف. ولما لا يكون الغسل لصاحب البيت في آخر الطعام كما كان في أوله؟ لأن صاحب البيت عليه أن ينتظر إلى نهاية الطعام، فربما جاء ضيف على غير انتظار فيأكل معه تشجيعا له. شكر الله لك يا إمام، علمتني من أداب الضيافة ما لم أكن أعلم. سوف تعلم وتتعلم يا شافعي ما دمت لا تستحي من السؤال. سئل ابن عباس بما نلت العلم؟ قال بقلب عقول ولسان سؤول. تفضل يا سيدي. هذا جهد مقل فلا تؤاخذني، فالجود أن تجود بالموجود. هذا طعام يكفي ويزيد يا إمام، فإنما تغني البركة عن الكثرة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي. أهلا يا يعقوب. ارتفعت الأسعار في الحجاز 3 دراهم لمكيال القمح و2 لمكيال الشعير، هكذا يقول صاحب البريد. قلت الأمطار هذا العام فذلك السبب في ارتفاع الأسعار. اكتب إلى والي مصر ليرسل لأهل الحجاز حاجتهم من الحبوب، واكتب إلى والي المدينة ووالي مكة يعفي أهل الحجاز من خراج هذا العام. خازن بيت المال يشكو نقص الموارد يا أمير المؤمنين. نقص الموارد تعوضه الرحمة والعدل. بارك الله فيك يا أمير المؤمنين، بارك الله فيك. ما قلت لي يا يعقوب، ماذا فعلت بصخر؟ الخائن الغادر قتلته. جميل، ما جئت لي برأسه؟ أشفقت على أمير المؤمنين فدفنت الرأس مع الجسد. وأين دفنت؟ في بقعة من الصحراء. أتقسم يا يعقوب؟ أقسم يا مولاي. ضع يدك على رأسي ولتقسم بالله العظيم إنك قتلت صخرا. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم إنني قتلت صخرا بيدي ودفنته بنفسي. أصدقك، أصدقك يا يعقوب. يا حاجب. مولاي آتي ما عندك. سلام.